السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بيت العيلة. النهاردة بيت العيلة النهاردة بيناقش موضوع مهم جدا، موضوع يمكن غاب عنا ان احنا نتكلم فيه. يمكن كانت السينما المصرية وفترة الستينات والخمسينات كانوا بيتكلموا فيه يعني بغزارة، وهو الحما. الحما كان حتى لدرجة ان في افلام اتعملت عنها، حماتي مش قنبلة ذرية، حماتي ملاك، حماتي وحماتي 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 وحماتي. اشهر من مثلت دور الحما كانت الفنانة الراحلة الكوميدية ماري منيب، وكانت ايضا الفنانة ميمي شكيب. لكن الحما كانت دايما بتطلع في الدور في السينما المصريه، كانت بتطلع قاسيه. يمكن اكتر القساوه كانت شفنا فيه فيلم اسمه ست البيت، كانت قامت ببطولته سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه مع عماد حمدي والفنانه الكبيره زينب صدقي، والحقيقه اتعمل بضوء شكل جميل جدا. ولكن في النهايه كل دايما يورولك ايه، ان الحما رجعت عن ايه اخطائها وبتاع، وانت زي بنتي والكلام ده. لكن هل ده بيحصل في الالفيه الثانيه اللي هي احنا في يعني قرن 21؟ هل ده ممكن يحصل ده؟ هل ممكن نشوف واحدة زي ماري منيب كده تروح عشان تخطب لابنها تقول لها خدي تشدها من شعرها، تقول لها طب وتشم بقها وتشوفها وترمي الفز في الارض وتقول لها معلش مش قادرة اوطي يا بنتي وكل ده؟ هل ده ممكن يحصل؟ ما اعتقدش، لان الحما كان زمان تختلف عن الحما ايه دلوقتي. هل البنت دلوقتي كان زمان ممكن تقعد مع حماها او مع حماتها، لكن دلوقتي هل ترضى البنت ان هي تقعد مع حماتها او حماها؟ ما اعتقدش ده، لان الجيل ده اختلف عن الجيل الماضي. عشان كده احنا النهارده هنناقش هذا الموضوع. لكن قبل ما ارحب بضيوفنا عاوز اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي طبعا مخرجنا الحبيب رامي اللي هو النهارده بيحل محل زميلنا اشرف العمده اللي هو متغيب النهارده لظروف خارجه عن ارادته، فرامي النهارده هيحط لنا بنرحب بيه، وعاوزين نحط كده ارقام التليفونات بتاعتنا على طول على مدى ساعه عشان ضيوفنا الكرام يناقشوا الموضوع مع المستمعين اللي هم يعني هيتصلوا بينا. زي ما انتم شايفين على الشاشه، حماتي مش قنبله ذريه ولست شيطانا ولا ملاكا. طبعا المشاركة في البرنامج التليفون موجود. الحاجة التانية اللي أنا كنت عاوز أتكلمها، زميل هاني دباني كان من شوية كان قبلينا كان بيناقش موضوع الطفلة بسملة. أنا بس عاوز أقول مش عشان أنا أسمر يعني أني أتحيز ببسملة، لا، أنا بسملة اللي حصل مع بسملة ده أنا بعتبره وصمة عار، وصمة عار، لأن ما يصحش أن يحصل مع هذه الطفلة الصغيرة كده. وعاوز أقول أن أغلب الشعب المصري سمر، وياريت الأستاذ اللي هو عمل معاها كده يبص في المراية هيلاقي نفسه أنه هو أسمر كمان. يعني ده لو راح في أوروبا هيعتبروه أسمر، مش هيعتبروه أبيض خالص، يعني مش هيعتبروه، ويمكن كمان يستخدموا معاه العنصرية اللي هو استعملها مع الطفلة. طبعا ما يصحش ان يحصل كده، ما يصحش في بلدنا الجميلة اللي هي بتتقبل كله، بنتقبل ان احنا لان مجتمع مترابط ما فيش فرق ما بين اسمر واسود والكلام ده. صحيح ان احنا عاوز اقول ان السينما المصرية ما طلعتناش بطل اسمر، اسمر اسمر بلاك، يعني زي يعني احمد زكي مش بلاك، يعني احمد زكي يعني السمار فيه. لكن ده ممكن اللي يخلينا ان احنا نسأل ده ليه التحيز وليه التعصب. احنا ما مش ضد، احنا ضد التعصب ضد التحيز، احنا مجتمع واحد سواء مسلم او مسيحي، ابيض واسود والكلام ده كله، ده ما فيش الكلام ده في مصر. مصر المجتمع المتسامح. عاوز اذكر حاجة واحدة بس، كان في فيلم اتعمل هنا في مصر اسمه التلميذة. التلميذة ده كان مأخوذ عن فيلم أمريكي اسمه تقاليد الحياة. لما جت السينما المصرية كان فيلم تقاليد الحياة بتاع لانا ترنر ومجموعة كبيرة جدا من الأبطال، كانت بتتكلم عن العنصرية والبين الأبيض واسود. لما جت السينما المصرية ترجمتها قالوا لا، المخرج حسن الإمام قال احنا ما عندناش العنصرية أبدا إطلاقا، وعمل المشكلة ما بين خدامة وسيدة واحدة سيدة في القصر أو واحدة أرستقراطية. عشان كده حبيت أن أقول المقدمة دي. لكن خلينا أن أقول أرحب بضيوفنا أستاذة عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة. أهلا بحضرتك يا فندم، منورانا. ومرة تانية بنرحب بالأستاذة محاسن السنوسي الكاتبة الصحفية. أهلا بحضرتك يا فندم. وبرحب بزميلة العزيزة سماح السعيد الإعلامية. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا زي ما قلنا موضوع حلقتنا حماتي
مش قنبلة ذرية ولست شيطانا ولا ملاكا، لكن عاوز أقول أن موضوع حلقتنا الأسبوع القادم إن شاء الله هيكون حول موضوع هل إحنا محتاجين في كل بيت من بيوتنا محتاجين لمستشار قانوني؟ محتاجين أن يكون عندنا مستشار قانوني في أمريكا وفي أوروبا، لازم يكون أي أسرة لها محامي، لها طبيب الأسرة، وليها واحد بتاع محاسبات. احنا ان شاء الله هنناقش ده الاسبوع القادم في بيت العيله، لكن خليني ابدا مع الاستاذه عبير سليمان. حماتك ملاك ولا قنبله ذريه ولا لست شيطانا ولا ملاكا؟ ده حماتي انا اللي كنت حماتها. ازاي؟ حماتي ست جميله الله يرحمها، كانت اكتر من ملاك بشويه، لدرجه ان انا كنت في الطفل الاولاني فضلت ان انا اقعد عند حماتي مش امي. يعني ملاك؟ كانت ملاك حقيقي، مش شيطان. لا لا لا، بشكل مطلق. يعني لدرجة ان انا في بعض الاوقات كنت بمارس انا عليها دور الوصايه لما الاقيها اجهدت نفسها. طب وتعبت جدا يعني. بصراحه عبير، يعني عملتك اختبار؟ لا خالص، انا حماتي كانت فعلا استثناء، بس كمان تربيه امي هي السبب، لاني مامتي كانت دايما تقول لي الدعوه من حماتك اهم من دعوتي. يعني كانت دايما تقول لي الكلمه دي فرسخت في ذهني. على فكره انا حماتي كانت مدير عام. طيب يعني كانت شخصيه قويه جدا. بالمناسبه معانا تليفون واحده على اسمك عبير. اتفضلي يا عبير. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا عبير. معلش يا دكتور، ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. اول حاجه اتفضلي، انا اتطلقت بسبب حماتي. حماتك؟ ايوه. ليه بقى؟ كان هو يعني زي ما بيقولوا تبع مامته، كل حاجه كان بيسمع كلامها وقولها حاضر وماشي، وكانت بتيجي عليا انا. كان بدير يعني، كان ابن عمي واخد اخته وحصل مشاكل، وازاي انت تعيشي في بيتنا وهي غضبانه ابن عمك مغضبها. يعني انت شايفه ان الحما بتاعت سنه 1960 و50 لسه موجوده في 2018؟ لا، هي زعلانه ان هو ابن امه. ابن امه؟ لا، بس انا ليا رد. ابن امه كمان، هي حرمتني من ابني، ما رضتش تخليني اشوفه. ده احنا على فكره احنا عاملين الاسبوع اللي بعد الجاي عن الرؤيه والحضانه والكلام ده، عاملينه ان شاء الله، لان دي مشاكل كتيره جدا. وانا يمكن النهارده بالصدفه البحته كنت قريب من محكمه الاسره وشفت يعني مهازل يعني. طيب الاستاذه عبير عاوزه ترد على حضرتك، بس بثواني عشان ارحب بضيوفنا. انا بس ليا كلمه، ان الابن لما يسمع كلام امه مش شرط يكون ابن امه. يعني انا دايما بشوف ان الحساسيه الشديده من بعض الزوجات تجاه الحما لان الزوج بيسمع كلامها مش متوظفه صح. يعني انا شايفه ان لازم يكون في نوع من انواع الادراك، كان الام دي اللي ربته وهو لسه صغير، فقطعا لازم تكون مسيطره. فالامور محتاجه حكمه شويه، فاحيانا بيكون في مبالغه من الزوجه. حسن، يعني انا اسمع بيقولوا ان انت بتكوني حما على اخواتك وعلى اصحابك وكده، وبتكوني بتدققي معاهم في وبتقولوا لهم لا لازم تختاروا كذا وتختاروا كذا وبتاع. يعني هو بس في البدايه معايا الاستاذه محاسن السنوسي الكاتبه الاعلاميه الصحفيه. هو بس الاول لازم نعترف بانه اي حما هي ام فليها حقوقها. ففكره انها حقيقه نحطها في كادر الحما، دي بقى حاجه جديده ثانيه، حاجه اضافه لكونها ام. فهي في الاول في الاخر هي ام سواء كانت ام للزوج او ام للزوجه. خلينا نعترف الاول بان هي ليها حقوق، ليها احترامها وليها واجبها. انتوا تبداوا اكل من اولها كده. طيب وانت بتاكلي فتحتي نفسي. فاقول انا عايزه برضو من ضمن الحمامات، انا شفت زوجه تسلم ايدك معظم الصعيد او في شفت زوجه بتقول انا حماتي هي امي، هي اللي ربتني، هي انا اتربيت عند على ايد حماتي، ما اتربيتش في بيت اهلي، اتجوزت صغيره، هي اللي خدتني علمتني اطبخ، علمتني ازاي اعمل جوز، ازاي اتعامل المجتمع، ازاي اربي اولادي. فهنا بقى دور الحما ليها ادوار مختلفه. طيب. كبيره جدا، تجاوز دورها كام يعني. طيب هتردي على الاستاذه نوره. اتفضلي يا استاذه نوره. معاك عليك السلام. اتفضلي. انا بتكلم بالنسبه لموضوع الحلقه، انا عندي حماتي دي امي بجد، امي اللي انا اتحرمت منها. عايشه معاكي؟ الو، عايشه معاكي حمادك؟ ايوه عايشه معايا. ولا انت بتقولي كده عشان خايفه منها ولا؟ لا لا لا، انا بحبها جدا، انا لدرجه ان انا فعلا ما بنامش يوم لو حسيت ان هي زعلانه مني. قربتك هي؟ لا.
ربنا يبارك لك يا شيخه والله. تبعت يا استاذ محاسن. الحمد لله. ده نموذج نموذج ايجابي جدا، ولازم برضو نغير شويه فكره ان الحما الحما قنبله ذريه، لازم نغير، لان في نماذج كويسه جدا، في نماذج ايجابيه. يعني انا عايزه ارد على عبير كمان، انت ما شاء الله عليكي برضو يعني زوجه مثاليه. لا اكلم على عبير، هي بتقول انه حماتها يعني مش قادره تتواكب معاها او تتعامل معاها. شكرا يا نوره. في مشكله انه البنت داخله جديد، هي مش عارفه تتعامل مع الزوجه، لسه سنه اولى زواج، يعني ازاي مش عارفه تتعامل مع زوجها، هتعامل كمان مع ام زوجها. فهي هنا فكره الحما لسه ما عرفتش طريقه التعامل معاها ازاي. طب قبل ما نرجع اللي سمح لي، عاوزه انت بقى تدوقي. لا انا على فكره يا جماعه عايز اقول النهارده يعني ايه، انا سعيد ان الاستاذه عبير اول مره تاكل معانا يعني النهارده، وحاجه يعني مبسوطه. نروح لسماح. سماح النهارده هم هيتكلموا وانا هتعشى. هل الحما يعني اخوكي لما اتجوز كانت حماته شكلها ايه؟ لا اخويا لما اتجوز حماته كويسه، بس انا يعني خلينا نبعد عن حياتنا الشخصيه، لان هي مش مثاليه قوي، او احنا مش نموذج لكل الناس، احنا مش ستاندرد. لكن نقدر نقول انه برضو الزوج عليها عامل كبير قوي. يعني انا شايفاكي وانت بتتكلمي انه الزوجه بتبقى داخله مش عارفه تتعامل مع الزوج. لا انا شايفه انه دلوقتي البنات بقى عندها ثقافه اعلى بكتير، بقى عندها جراه اعلى بكتير، وانا شايفه نوع كتير من البنات اللي مقبلين على الزواج حديثا بتبقى داخله بيتها وهي مسبقا حتى احتمال انه هي مش هسمح لها تتدخل في حياتي، انا حره في بيتي، محدش له دعوه انا اعمل ايه في بيتي وما اعملش ايه، اتعامل مع جوزي ازاي وما اتعاملش ازاي. يعني جوزي على متعوديه ولا ايه؟ لا يعني بتبقى مسبقا حتى برضه الخطوبه بتحاول انها بالزبط تحط حدود للعلاقه ما بين الابن وما بين مامته وما بينها هي شخصيا وما بين ام جوزها. خلينا بصي معانا هدى. هدى اتفضلي يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا شايفة في تحامل كبير جدا على الحما. فين ده؟ احنا بنقول ده يعني احنا هو العنوان بيقول حماتي مش قنبلة ذرية ولست شيطانا ولا ملاكا، لأن مفيش حد شيطان ولا ملاك. كلنا دافعنا عن الحما، محدش دافعنا عن الحما. لأن الحما دي من الأول برضو بتبقى أم وتعبت في ابنها وكبرته. لا بس خلينا نقول برضو في حمات حموات مش تمام، يعني مش تمام، بقصد نقول ايه ان هم قاسيات. ما بكونش الابن ممكن يكون اتجوز غصبا عن امه وهي مش راضيه وكانت عاوزه بنت خالته وبنت عمه والكلام ده. لا 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 لا، انا عندي بقى تجربه شخصيه، انا ابني كنت نفسي اجوزه طبعا بنت اختي، لكن هو رفض عادي واخترت له برده اللي هو عايزها ومشيت معاه في كل حاجه، وللاسف هو اللي ساب يعني، عشان برضو تعاملها الوحش معايا. طيب وانا معيش بنات على فكره، انا ما خلفتش بنات. طيب انا عاوز اسالك سؤال بصراحه، يعني هل يعني انت قلتي ان الحما بتاعت زمان مش زي، لا دلوقتي احسن بكتير جدا، اكيد. هل لما انت اتجوزتي حماتك كانت قاسيه معاكي، كانت حباكي، كانت عاوزاكي ان انت ولا كانت شايفه ان انت ما تستاهليش ابنها؟ لا 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 لا، بالعكس، انا كنت بعمل كل حاجه هي عايزاها، قبل ما اراضي جوزي كنت براضيها وكنت بحبها جدا، وحتى لو حصل بينا يعني ده حاجه عاديه، اي مشاكل اي حاجه كنت برضك بتحملها عشان خاطر جوزي، لان لما اراضي مامته كاني راضيته هو. طيب على كل شكر يا استاذه نوره. خليني اروح للاستاذ عبير. استاذ عبير طبعا انت مبسوطه بالاكل النهارده، يعني حماتك بتطبخ لك كده؟ حماتي كانت بتطبخ اكل يجنن. احنا عايزين نعرف السعاده. هحاول اوصله. طيب استاذ عبير، يعني انا عاوز اسال سؤال. الحما انت قلتي ان الحما يعني انت اللي كنت حما على حماتك، يعني لا انا كنت في احيانا بمارس عليها سطوه. غالبا الحموات هم اللي بيمارسوا سطوه على زوجات اولادهم. انا كمان حماتي كانت مدير عام في هيئه البريد، فكانت ست صاحبه شأن، وكانت شخصيه قويه ومستقله ومتعلمه، وكانت بطله في بعض الالعاب، فكانت ست يعني قدوه. فكان بيبقى من المتوقع ان هي هتكون مسيطره او هتكون ست سيئه في المعامله. لا بالعكس، انا كنت ببقى سعيده جدا ما بفطرها. وحتى لما سكننا جنبها
كان جوزي مش عارف ان انا كل يوم بروح افطرها. عرف بعد سنه او سنه ونص ان انا كنت كل يوم الصبح بودي بنتي المدرسه واروح افطر امي وافطر حماتي. كان واجب مقدس. كنت ببقى سعيده بده وحاسه ان هو يعني مش حاجه بعملها عشان مفروض عليا. كنت انا عايزه اقول يا استاذ طارق ان انا لو شفت حماتي امي مش هيحصل كل المشكله دي. طب لان انا لو حماتك مش امك يا عبير. لا لا هقول لحضرتك حاجه. انا امي ممكن تقفل السكه في وشي مظبوط وتتعصب عليا. هل انا باخد رد فعلي مع امي زي ما باخده مع حماتي؟ لا غالبا ولا لا. حماتي بعتبرها ند وبعتبرها حد صغير. دي ست كبيره مظبوط. يعني اولا وقار الكبيره ده في حد ذاته مهم. ثانيا والاهم ما قطعتكيش وسابك النهارده وانت تمام. لا ساكته ساكته بسيبيه. مش عايزه اخنقك. مش عايزه اخنقك. بالعكس انا بحبها. انا بقول لها عيانه النهارده اركني لكن سبت لها الكلام عشان انا غلست عليها المره اللي فاتت. فكان من الطبيعي ان هي حتى عشان السن من باب السن ان انا احترمها لاني انا الاصغر. تخيل بقى ان هي ام جوزي وجده اولادي واكتر من كده انها تعتبر في مقام امي. طيب احنا ما زلنا عاوز اقول بس قبل ما ترد قبل ما ترد قبل ما ترد نقول لا 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 انا بقول لو كانت الحما بس عشان انت لا 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 ست ثقافه ومتعلمه وعندك انا قلت انا امي لا 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 قلتي ست متعلمه لا يا استاذه انا قلت لك برده مستوى الثقافه يا استاذه محاسن انا قلت لك انا مش مختاره امي. امي لو كانت عصبيه او كانت بتشتمني او كانت بتقفل السكه في وشي ما هو امي انا هرد. انا يا استاذه يا استاذه لحظه يا استاذه لحظه انا هعمل مع امي ايه؟ هل هرد لها نفس بالاسلوب؟ هقفل السكه في وشها او هقف لها ند بند؟ لا 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 فبالتالي لا طيب. حماتي سيئه ساعات الام لا ساعات الحما بتعمل حاجات عمر الام ما ممكن تعملها. لا 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 في احيانا معلش طيب خلينا طب اوكي طب خلينا نشوف الاستاذ متولي من اسكندريه. اتفضل استاذ متولي. استاذ متولي الحمد لله انت وحشني والله. الله يخليك اتفضل. لا لا عايز اسلم عليك انت بس. كتر خيرك. طب انت متجوز؟ طب حماتك عامله معاك ايه؟ حماتي والله كويسه معايا. طيب استاذ متولي انا بشكرك جدا وطبعا ان شاء الله اللي احنا نلتقي معاك. استاذه محاسن حضرتك كنت عاوزه تقولي ايه؟ كنت عايزه اقول في نماذج يا الاستاذ عبير بتتكلم على يعني هي كست شابه مثقفه عندها وعي وحماتها ست برضو متعلى درجه من الثقافه والعلم. في حموات ثانيه يا جماعه عندها حاله مرضيه زي ما الاولانيه قالت انا عندي نموذج في العيله بقى بشوفه ان مجرد ما الحما الزوج الزوجه خدت ابنها منها عندها حاله مرضيه لدرجه انها مش طايقه لا تشوف حق ابنها ولا عايزه تشوف ولا عايزه تشوف تاكله ولا نتكلم الاول. اتفضلي. طيب بحط لك البطاطس. مش طلبتي البطاطس؟ لا اصل هو النهارده بيغريني قوي. انت بتطلبي بطاطس لما نجيبه لك تقولي لا. ففعلا خلينا برضو نتكلم برضو على مشاكل الحموات. فيها فعلا في حموات بتبقى قاسيه جدا على زوجة ابنها. وفي حموات بتعتبر ان مرات ابنها اخذت ابنها منها اللي ربته وكبرته وتعبت فيه سنين وتيجي واحده تاخدها. طب انا عايزه اسالكوا سؤال. في النماذج دي موجوده لدرجه انها ممكن محتاجه تعالج. انا عايزه استفيد منك بالظبط. هتعمل ايه؟ هي ست مش كويسه، ام لزوج ومش كويسه. اسمعني بس يا استاذه محاسن، هي ام مش كويسه وعايزه تنك كويسه. لا مش كويسه، عندها سلوك مش مظبوط ونفسنا من مرات ابنها طبيعي وعايزه جوزها. انا شخصيا شايفه ان يبقى حلو قوي لو الزوجه راحت اديتها ابنها وهي انضمت في للركب ده. طب يعني راحت باتت. انا معاك. طب خلينا نشوف عندنا ايمان من اسكندريه. اتفضلي ايمان. موضوع مهم على فكره جدا. والله اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه بس اقول ان انا عايشه مع حماتي وبنزل لها كل يوم افطرها واعمل لها الغدا واعمل لها العشاء وعايشه معاها يعني. وهي ساعتها كان يقدر يسافر سنه متجوزه. هي الاول كان في معاملات بتبقى منها مش حلوه وكده بس انا كنت بمتص غضبها وامتص كلامها اللي مش حلو وما اتكلمش وعديها وانا برضو عندي ولدين يعني فمسيري بعدين هبقى حما وكده. فانا ماشيه معاها دلوقتي وهي دلوقتي مفيش يعني بتحترمني احترام وبتعاملني احسن من قبل. طب استني انا عاوز اسالك سؤال. صبرت. امتى اخر مره اتخانقتي مع حماتك؟ ما تقوليش لا ما اتخانقناش. امتى اديتي لها بوز؟ امتى قلت لجوزك انا بصراحه امك مش مرتاحه لها؟ لا 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 عمري ما قلت لهم. بتقولي لحضرتك صبرت.
عمري ما قلت لها مش مرتاحه لها، بس هي كانت بتعمل تصرفات غريبه خالص يعني. ايوه كنت بعديها او ما اتكلمتش قدامها خالص، ممكن اقول لابنها هي عملت كذا 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 وانت صلح من الموضوع، فهو بيروح يصلح من الموضوع بس. لكن انا عمري ما وريتها ان انا مثلا متضايقه منها او ان انا مش عايزاها او ان انا عارف عملت ايه. استاذ طارق احتوت غضب حماتها، طب خلي واحتوت حماقه حماتها هي برضو، لان هي المستمع المشاهده بتقول انها هي اللي صاحبه المبادره، لكن الحما ما كانتش صاحبه مبادره. بصي بصي هي انا عبير هنا تقصد. شكرا يا ايمان وبنشكرك. ادفع بالتي هي احسن، فاذا لازم بينك وبين عداوه كانه ولي حميم. دي ايه قرانيه مهما كانت هي تقصد، وانا معاها في الراي ده، انه مهما كانت حماتك بتظلمك بتيجي عليكي غيرانه منك تعبانه من وجودك مع ابنها، في النهايه لما انت تحاولي تقربي منها مره واثنين وثلاثه وعشره وهل كانت بتطول النصايح، هتيجي في يوم تحن، في يوم تحن اكيد، هتيجي في يوم هتصعبي عليها. صح، وده حقيقي اكيد، يعني ده حقيقي، انه مهما كانت حماتك قاسيه، مهما كانت حماتك بتيجي عليكي وغيرانه منك، حاولي تحسسيها انك انت سامحه. انا بتكلم برضو على بنوته صغير لسه متجوزه، على ما تبدا تكون الرؤيه دي ام البنوته، ام البنوته يا استاذه فاهمة ان انت زي ما المجتمع المشاهد قالت انا ام ومصيرها ابقى ام في يوم من الايام بالزبط. فاحنا بنتعامل مع قضيه الحما انها ام، هي سواء كانت ام زوجه او ام او ام زوج، فلازم نعمل انها دي ام في كل الحالات، ليها حقوقها وليها وليها ماشي حقوقها، وما سلبتش منها احترامها، احترامها ليها، احترامها وليها قدرها. زي ما قلت كده ان في البدايه الام ممكن تعلم شويه، تعلم بنتها، لكن برضو يا جماعه لازم نتاكد نقول ان في فعلا حماوات بتبقى قاسيه شويه. ما هو احنا ما اختلفناش، هنرجع لهذا الموضوع لان انت اثرت موضوع مهم جدا هنفتحه يا سماح. خلينا بس نروح لمحمود في الشرقيه. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا استاذ طارق، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، بحيي حضرتك وبحيي الساده الضيوف. اتفضل معانا الاكل. الله يخليك، لسه متعشي. قول لي مين اللي طبخ لك، حماتك ولا انت اللي طابخ؟ لا طبعا، يعني ما حماتي بتطبخ لي. حماتي بتطبخ لي ومراتي برضه بتطبخ لي، الحمد لله بتطبخ لحماتها. مين بيطبخ احسن، حماتك ولا مراتك؟ ما هم الاثنين طبخهم زي الفل. طب الحمد لله. طب اتفضل. احنا عايزين نقول يا استاذ طارق ان الاعلام للاسف الشديد هو اللي صدر صوره سيئه للحما. ففي صوره ذهنيه عند كل البنات ان الحما وحشه. فاحنا لازم نغير الصوره الذهنيه ان عند البنات دي لا، ام الزوج هي امك الثانيه، او هي هتصبح في وقت من الاوقات هي امك الاولى لما تنتقلي لبيت زوجك. فاحنا نتمنى البيوت كلها تبقى مستقره، والاعلام يخف شويه عن صوره الحموات عشان يكون في استقرار في البيوت. طيب شكرا، بنشكرك جدا يعني على هذه المداخله يا محمود. خلينا سماح، يعني انت رايك ايه في اللي قاله يعني؟ بص يا طارق، هو هنا يعني قال نقطة مهمة جدا، ان كمان الزوج عليه دور مهم جدا جدا في التوفيق ما بين زوجته وما بين امه. هو هنا الزوج هنا في الحالة دي بيبقى زي القاضي اللي لازم يوفق ما بين الزوجة وما بين الام، حتى لو الزوجة فيها اخطاء معينة ما يحاولش انه يروح يشتكي لامه. لو امه بتيجي على مراته يحاول يراضيها ويحاول يفهم امه بالراحة وبالذوق معايا. الزوج هنا عليه دور مهم جدا جدا، انه يوعي امه، يوعي مراته قد ايه امه بتحبه، قد ايه معذوره، وقد ايه بتحبها مهما كانت بتعمل فيها. لا، في نقطه تانية كمان، ممكن الزوج برضه يكون، احنا هنقول حكينا وبعدين هناكل. في نقطه مهمه ان برضه الزوج لازم يعامل حماته لام مامته لمراته يعملها كويس، عشان خاطر برضه في نفسك هي ترد له الجميل. ان في احيانا برضه الزوج هو اللي سبب في فكره، احنا مش متحمل على الزوج يعني، بس برضه احيانا الزوج هو اللي بيكون بيعمل حماته بطريقه مش كويسه جدا، فطبيعه الزوجه فبترد له الايه الموقف ده تفاهه. لا ده دي تفاهه وانتقام. الواحد بيتعامل باصله يعني موجود. انا لو زوجي عامل امي بطريقه مش كويسه هعمل له امه بطريقه كويسه عشان يتكسف على ده. يعني احنا 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 مش عايزين نعزز، بس ان احنا نخلي الحياه الاسريه فيها نديه، فيها نديه، خاصه ان انت ان حضرتك بتتكلم عن ام كبيره، يعني هي ربت اسره، هي اللي بتدير العيله. الحما دي مش واحده فجاه كده هنرد عليها الكلمه بكلمه. لا طيب. ينفع احنا ملناش كبير يعني، لا هيبقى ملناش كبير، مالكيش كسر يعني. لا مش ممكن يعني. لا الراجل عارف يتكلم في بيته ولا كمان امه. طيب خلي بالك لسه ايدك كده اهو تيجي شويه. لا لا بص، انا يهمني البتنجان. معانا السيد، اتفضل سيد من اسيوط، ونقول للاستاذ حسن اتفضلي كلي. استاذ سيد اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتنجام الواحده بتتعامل بحماتها معامله بترضي الله عز وجل. وهي طبعا عندها اخوات متجوزين. فطبعا هي تحب ان مرت اخوها تعامل امها ازاي؟ بما يرضي الله، يبقى اللي تحبه هي ان مرت اخوها تعامل بها امها تعامل هي بها حماتها. طيب انت انت حماتك يعني حماتك عايشه معاك؟ نعم. حماتك عايشه معاك؟ لا مش عايشه معايا. بتروح بتزورها؟ هل بعيد الام بتجيب لها هديه زي ما بتجيب لوالدتك مثلا؟ ايوه. ولا ليها طلب، ولا بنتها بتقول لك لا يعني بتكون ليها طلبات مثلا زياده عن اللزوم؟ لا بنجيب لها كل حاجه، واخد بالك، بنعتبرها زي والدتي بالظبط. طيب شكرا على كل النسايد من اسيوط. طيب محاسن، يعني هل يعني النهارده انت كنت ما زلت متمسكه عند رايك ان في بعض من الحماوات يعني هم اللي بسبب العكننه، سبب المشاكل، سبب ايه الامور دي كلها، لكن عبير بتقول لك لا يعني في حماوات كويسه او سماح برضه حتى لو هم سبب العكننه. احنا بنحاول نشوف النماذج اللي موجوده في المجتمع ونحاول يعني نتعامل معاها ازاي ونتكلم عنها ونقدم لهم روشته، او لو قدرنا نقدم لهم نصيحه او نقدر نتعامل معاهم ازاي بطريقه مثاليه. لكن احنا مش بنتهم كل الامهات او الحماوات ان هم سيئين، لكن برضو بنتكلم على في نماذج كويسه على عيننا وعلى راسنا، نتمنى تكون كل الحماوات بنفس النموذج الطيب. لكن في نماذج ثانيه يا جماعه برضو يعني بيبقى فيها مشاكل، احنا بس بنواجه المشكله، بنشرحها، بنفسرها، بنحاول نتعامل معاها، ومن خلال النماذج في ناس يعني حتى في ناس برضو بتحاول تقول ان انا حماتي مش كويسه، مش قادره، ما تقدرش تقولها، ان زي ما انت قلت انت خايفه تقولي اخر مره اتخانقتي مع حماتك امتى. استاذه محاسه انا مش مختلفه معاكي على فكره، بس انت عشان تفوتي على قدامك فرصه النيل منك وخاصه لما يكون في منزله ابوكي او امك تعملي ايه؟ انا شفت يعني تعملي ايه؟ يعني هل انت تزودي المشكله ان انت توقفي تربيها من اول؟ يعني احنا هناخد حماتنا نربيها وهي فيها شيء قد يكون فيها عوار او متطرفه ما او بيتعاملني بشكل وحش، هاخدها اربيها اقعدها عندي اقول لها اقعدي على الكرسي ده واسمعي كلامي وخدي ودي معايا بقى انت عليكي واحد اثنين ثلاثه؟ لا طبعا لا 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 ليها احتراما. انا قلت في البدايه اي حما هي ام. بس بصي يا استاذه محاسن، برضو الجزئيه اللي انت بتتكلمي فيها انه احيانا بتكون فعلا في حماوات متجاوزات جدا وقاسيات جدا على مراتات ولادهم، برضو هنا انا برجع للزوج في الحته دي، لانه لازم الزوج برضو يعني يحاول يهذب العلاقه بين امه وبين مراته. لازم لازم لا في زوج يقول لك انا امي رقم واحد بالظبط، والله زوج يقول لك ده غلط، ده غلط. لا لا يقول لك انا امي رقم واحد، لا انا امي رقم واحد ومش هستحمل. امي رقم واحد ومش رقم واحد، بس مش معنى كده ان يذل مراته، مش هستحمل حاجه. انا ما قلتش يذل، لا لا، بس هو لو راح قال يا هو يعني هو متجوز واحده ست حلوه زيك وراح قال لك انا انا امي رقم واحد وانت من بيت اصل عينيا الاثنين رقم بيت على عيني وعلى عيني. واحيانا يعني ايوه بيت نمره واحد ونمره، احيانا احيانا الزوج بيسمع كلام امه تقول له ده عملت فيا يا ابني وسوت فيا وكوت فيا وعملت فيا يضربها ويطلع يضربها. ده احنا بنتكلم على جنسيه جديد الولد، احنا بنتكلم كده عن موقف مرضي. هي طبعا موجود، لا لا موجود، لا حضرتك بتتكلم عن ضرب دي جريمه. طيب. يعني هي مش هتوقف له بس، هتوقف له وهتقف لامه وتقف لعيلته. احيانا بتكون مكسوره الجناح. لا مكسور، لا احنا ضد ان الست تبقى مكسوره الجناح. الست اللي تتضرب ما تقعدش مع راجل اصلا، لان هو كده مش هيبقى راجل. اما تبقى ست، لا لحظه يا استاذه، انا ما بقولش العنف البدني، ما بقولش العنف اللي يصل لحد الاهانه او الاذلال، حتى لو ما كانش فيه عنف. انا بتكلم الكيد، احنا ستات وعارفين الكيد. انت ما تعرفيش ان في ستات حماوات بتقول لجوزها تنزل تغسل لي وتمسح لي وتكنس لي. ده كيد، ده كيد. انا وكتير من الازواج بيسمعوا كلام امهاتهم. يا استاذه لحظه واحده، ده كيد، ده تقدر الست تتغلب عليه. الست الشاطره تعرف تخلي حماتها خاتم في صباعها، وتعرف تخلي حماتها بالظبط تعملها معامله البنت، البنت الشاطره. لكن احنا ما بنربيش بناتنا على كده، احنا بندخلها نقول لها ما تخليش حماته هي اللي تفرش الشقه، ما تخليش حماته تعمل وتعمل وتعمل، ما تخليش حماتك تحصل كده، ما تخلوش يسمع كلام امه. هي داخله اوريدي عندها ديفنس، أيوة، وعندها متحفزة، وحاسه ان هي الست. ولو جت ست لا والله انت الست، تعالي وريني هتمشي البيت ازاي،
مش هيحصل مشكله على فكره. لا ازاي لو هي لو هتقول لها ايه تعالي انت ماشيه والله البيت يبقى داخله داخله لا يا حبيبي ما ينفعش ان هي تقول لحضرتك حاجه يعني لان الست بتعتبر ان البيت ده هي الملكه في البيت يعني هي اللي تدير وهي اللي لو هي كده نسى الست دي هتنام. طب ليه الحما انا بقول لك عن درايه انا ما بقولش لا بلكش الكلام ده لو دخلنا في نديه مع الحما البنت هتخسر والزوج هيخسر والحما هتخسر. طب ايه رايك العيله كلها هتتكسر. طب ايه رايك يا عبير في حما بتفرق ما بين جوز بنتها ومرات ابنها يعني هي إيه حما تفرق إيه؟ طبعا بتعامل جوز الله دي دي واحده انا اتمنى ان حد من يعني مشاهدين يشاركونا ويفضوا الاشتباك ده ويقولوا لنا خلال تليفوناتنا اللي موجوده عبر ايه الشاشه. اتفضلي. سامح قالت حاجه مهمه جدا وحضرتك برضو عززتيها ان هي بتحس انها ملكة ابنها فمش عايزة ست تانية تيجي تاخده. ده حقيقي. انا لازم كزوجة اخش بالمفهوم ده نفسيا بتبقى ان انا اديها ابنها اديها ابنها ما حسسهاش ان انا خدت ابنها من حضنها. بالعكس انا اللي اخش في حضنها هي تشعر بعبء ان في واحدة كمان دخلت في حضنها هي بقت مسؤولة فبالتالي هتيجي تقول لك شيلي عني. صدقيني انا معاكي كل اللي انت بتقوليه ده لكن برضه لازم ناكد هنا كمان على دور الزوج في ده يعني هي صح. انا كزوجه مثلا وحماتي قاسي عليا او بتعاملني صح انا هعمل اللي انت بتقوليه لكن كمان لازم يساعدني في ده جوزي. بس انا عايزه اقول لك حاجه اللي بيخربها انا بقى انا ست الستات. طيب نشوف بقى بسمه معانا من القاهره. بسمه مساء الخير. بسمة اللي بيخربها الستات هم اللي بيخلوا الحما هي القاسية والحما يخلوها قنبلة ذرية لكن محاسن بتقول لست شيطانا ولا ملاكا الحما. لا لا العيب بيبقى من الأول والآخر على الراجل هو يحط القواعد ويحط كل حاجة في البيت ويقول ماما رقم واحد رقم أيوة اثنين كده. انت هتبقي مراتي وهي هتبقى زوجتي انت هتبقي زوجتي وهي أمي. طبعا انت مامتك لو مرات اخوك بتتعامل معاها بطريقه وحشه انت هتزعلي فدي امي عاملاها كويس عاملاها بما يرضي الله. انا ما عنديش حما انا حمايه بس هو اللي عايش حمات الله يرحمها. زوجي يوم كتب الكتاب احيانا بيه الحما بيكون اقصى من ايه من الحما لا بالعكس حمايه طيب جدا وعنده مرتب اولاده احسن من بناته كمان واهم حاجه راحت مراتات ولاده المهم مرات ابني تبقى مرتاحه. طيب احنا جينا يوم كتب الكتاب بالليل قال لي انت هتبقي رقم اربعه في حياتي اولا ربنا وشغلي ابويا انت ولو جبنا اولاد اولادي هيبقوا قبلك. يعني هو بيرخم عليك بصراحه. ايه لو جبنا اولاد ده خليتيني يعني خليتيني يا بسمه يعني خليتيني ان انا اطرح حاجه كده على ضيوفنا الكرام بس بعد ما تخلصي مكالمتك لانك من وحي كلامك طرح يعني سؤال وقصه حقيقيه حصلت يعني بس خلينا بيه. عاوز اسالك سؤال تنصحي ايه لكل حما تنصحيها تقول لها ايه؟ اعتبر ان مرات ابنك دي هي ما خطفتهوش دي سنه الحياه ده ابنك اتجوز بشرع ربنا جايب ستك من بيت كويس هتربي ولاده هتعيش معاه هتحترم وهتحترمك. الدنيا مش مستاهله الصراعات اللي بتحصل دي كلها صح. يعني دلوقتي صح. في حماوات انا بشوف بتبقى بتمسك مرات ابنها وبتضربها وكذا مشكله اراها نت واشوفها وبنات بيوتها بتتخرب بسبب حماواتهم وحماوات بتزعل من ولادهم بسبب مرات ابنها مش مستاهله كل ده. انت عامليها على انت اتجوزتي عمرك كام سنه؟ انا عندي 22 عشان كده ما شاء الله ربنا يكملك بعلى جميله جميله قوي على كل شكرا شكرا بسمه لكن عاوز شكرا على الاتصال وما دلنا في انتظار تليفوناتكم طبعا موجوده على الشاشه. عاوز اسال في حاجه احيانا خلينا نقولها بقى بصراحه يعني ان الحما بتبص على جوز بنتها بتطمع فيه او بتقول ايه يا ريتني كنت اتجوزته واحيانا الحما بي ايه بيبص ليه بي يعني ايه اللي انت بتقوله ده ده زنا محارم احنا دخلنا في زنا المحارم دلوقتي لا يعني البصه احيانا بتقول ام الصغيره يا جماعه ساعات بتبقى الام الصغيره لا 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 ده مرض دي حالات مرضيه مش حالات استثنائيه ده استثناء مش استثناء مش قاعده تطمع في جوزها لكن لا بيبقى في مشكله ثانيه ايه ستاري انت جاي منين بالظبط لا في مشكله عشان في تنجان يعني عايز اقول يعني لا انا قصدي اقول لك يعني قبل ما اشوف عبده من سينا في احيانا بيكون هذا خلينا نقول 0.5% انت رايك ايه في الظاهره دي لو كان لا ده زنا محارم وده حرام لا ودي تبقى تطرف نورمال مش طبيعي تطرف لا 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 وشذوذ حاله مرضيه وست مريضه تروح تتعالج على طول لان جوز بنتي ده ابني
ومرات ابني دي بنتي زي بالظبط الحما اللي يبص البنت لمرات ابنه. هي نفس القصه يعني. طبعا انت باعتبارك باحثه ما تعرضتيش وشفتي. لا احنا عندنا زنا محارم طبعا، بس هي محصوره وحالات فرديه، لكن لما بنشوفها فين؟ في اكثر الاماكن عشوائيه، اكثر الاماكن عجهلا، اكثر اقل فقاهه. طيب خلينا نشوف عبده. اتفضل يا عبده. اقتصاديا فقرا يعني. مساء صباح الخير، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ اتفضل. لو سمحت انا الوقت انتوا عمالين تتكلموا، وبعد اذن حضراتكم يعني على حماتي الست، حماتي الست ممكن نشوف حماتي الراجل؟ وماله؟ ما احنا احنا يعني هنعمل حلقه عنها ان شاء الله، بس يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن حمات، يعني حمات الراجل هنعمل لها حلقه. لا ليه يعني حتى حمات الراجل احيانا بتبقى الحما ام. طب خلينا نسمع وبعدين جاوبيه. اتفضل. ممكن انا بالنسبه لي حماتي دايما حاسس ان هي متدخله في حياتي، حاسس ان هي دايما ورا بنتها في كل حاجه، عايزه تخليها هي سيرة البيت، عايزه تخليها هي سبب اي مشكله بتحصل في البيت. المشكله دي ده نموذج مشكله. طب وانت بتحل ايه؟ انت حليت المشكله دي ازاي؟ حليتها ازاي؟ والله انا بسمع منها واخد منها كل حاجه. لما بتيجي تتكلم معايا بسيبها تتكلم كل حاجه. بالنسبه لمراتي تسمع من مراتك يعني؟ بسمع من مراتي اللي هي بتقوله لها نفسها. طب بس انت حاول تاخد مراتك كده تحتويها وتقول لها ما تخليش امها تتدخل في حياتكم الشخصيه، يعني بشكل لطيف، بشكل فيه نوع من انواع الاحتواء، تحسسها ان هي ملكه. انا بحاول يعني دايما ان انا اوصل لها ان هي تقول لها الحلو وما تقولهاش الوحشه خالص. يعني ايه تقول لها الحلو؟ يعني خليها تستقبل الحاجه الحلوه. هو انت مالكش سيطره، هو انت مالكش سيطره طبعا على حماتك بشكل مباشر، لكن مراتك برضو تقدر. انا حماتي ماليش تعامل معاها. لكن من خلال مراتك تقدر توصل لها اللي انت عايزه من خلال يعني مراتك. يعني ايه مالكش تعامل معاها؟ يعني هو مش متضايق منها وبيستقبلها عشان مراته. لا برضو ده ما ينفعش. يعني برضو هو في عداء. نزلت امك ده في عداء ام مراتك. ما على فكره الشحذ والتحفز، ان الواحد يبقى متحفز للطرف الثاني هو بسبب المعامله. هي لما تخش بيته وتحس ان هو بياخد المفتاح وبينزل يقعد على القهوه، او شكرا يا عبده، او مش طايق وجودها تسخن بنتها عليه. لا غير كده. بص يا طارق، دلوقتي نفس الكلام اللي قاله المتصل دلوقتي هو نفس الكلام اللي بينطبق على حمات الزوجه بينطبق على حمات الرجل. هي سايبه امها تتدخل في حياتها وفي خصوصياتها وماشيه ورا كلام حماتها. نفس الكلام اللي رفضناه لما الزوج بيمشي ورا كلام مامته. مختلف. لا مش مختلف. اقول لك ليه مختلف؟ لا مش مختلف. طب اقول لك وهفاجئك. قولي. الراجل مش هو رب البيت. من مين رب البيت؟ رب البيت الزوجه. يعني مش هي الملكه. هي اللي تستقبل حماتها او تستقبل حماتها. يعني هي اللي بتقود الحاله البيتوتيه. الحاله الاسريه الست هي اللي بتقودها. مش الراجل. الراجل ليه قوامه، ليه مسؤوليه الصرف، ليه مسؤوليه الرعايه، ليه مسؤوليات. هي يعني انا بقول الاورجنايزيشن اللي هو المسؤوليات التنظيميه، لكن المسؤوليات الاداريه اللي داخل البيت هي الست. عشان كده هي الست هي اللي تعرف تظبط حماتها، هي اللي تعرف تظبط زوجها. لكن لما بيكون زوج بتبقى اصعب. لما بيكون الراجل مع الحما. لا بس الحما لا لا الام هو لا ما فهمتنيش يا عبير. الام الزوجه لما تكون بتسمع كلام مامتها قوي لسه ما انفصلتش من حضن مامتها. لا بس ده غلط. ده مش صح. خلي بالك البنت بقت كبيره ومثقفه، ويعني البنات دلوقتي بتتجوز عندها 25 وفاهمين ومدركين كل حاجه. فاهمين ومدركين. لكن انا بتكلم هنا على رد فعل البنت ناحيه تدخل مامتها في حياتها. هي سامحه. هي اللي سامحه. هي اللي سامحه. العيب على البنت. طيب العيب على البنت. شيماء معانا. شيماء اتفضلي. يا شيماء مساء الخير. يا شيماء علي صوتك بس لو سمحتي. خايفه حماتك تسمع. انا بس بعد اذنك يعني جوزي مثلا لو انا قلت له حاجه بيروح يقولها لي. ممكن تعلي صوت زوجها؟ يعني كل حاجه انت تقوليها له بيروح يقولها لمامته؟ بعض الحاجات معينه مقوله له مثلا ما تقولهاش يروح يقولها. بعض الحاجات اللي هي ايه؟ اسرار بينك وبينها، علاقه زوجيه، حاجات خاصه بيكوا انتوا الاثنين؟ عادي. ولا الحاجات العادية؟ حاجات عادية. زي ايه؟ ممكن تدينا مثال؟ يعني مثلا حاجة في البيت حصلت فانا قلتها له، بس قلت لها مشكلتي ووالدتك وقالت بعد فترة ان والدته عرفت. فهي انا مش عارفة اتعامل معاها ازاي. يعني حسيت ان انا خسرت في الحتة دي. ولا انا مش سامعة بس هو واضح. طيب انا عايز اسأل سؤال يعني شيماء، ما حاولتيش ان انت تقولي له
يعني علاقتنا الشخصية وأسرارنا ما يطلعش برا. تحاولي ان انت تقولي له احنا حياتنا منفصلة عن ماما خلاص، احنا بنكون أسرة وكده والكلام ده، ولا كان انت شايفة ان الموضوع ده خلاص مش قادر عليه؟ وسؤالي الثاني، هل انت بتحكي بقى لامك وبتقول لها بيحصل منه كذا وكذا وكذا وكذا، وهي بتقول لك لا كلميه بعنف وكلميه كذا واشكطي فيه والكلام ده، ولا بتقول لك يا بنتي اسمعي كلامه ومعلش وهدي الامور؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انا بنت وحيده. انا مش سامعك. انا بنت وحيده على ولدين. هي بنت وحيده على ولدين. مثلا امي دي انا ما عنديش اصحاب ولا عندي اي حاجه، يعني هي يتيمه يعني ما عندهاش كل حاجه. طب ما تصاحبي حماتك او صاحبيها، حاولي تصاحبيها. روحي انت قولي لها بدل ما هو يروح يحكي لها. احكي لها. وبعدين اقول لك حاجه جامده جدا تعمليها، لما يحكي لك هو حاجه روحي قولي لها. بتداوميهم على بعض. اسمعي بس، قولي له الله مش شكرا يا شيماء. ولا حاجه، انا عايز اقول حاجه صغيره. لا مش بهزر، عايز اقول حاجه صغيره. خليه يجرب. عايز اقول حاجه صغيره على الحلقه. الحلقه كلام عايزه. اسمعي والله لازم كلامي هتتهني، هتهدي النفوس، هتتهني. المشكله هنا صغيره بقى، بتقول لك كل حاجه بيروح يقولها لمامته. ايه الحاجات اللي ممكن تقولها لمامته وتهدك حياه اسرتي، وايه الحاجات اللي ممكن تقولها لمامته تبقى عاديه؟ يعني مثلا اشترينا ثلاجه، اشترينا غساله، جددنا، مش عارفه ايه، طالعين مصيف، ايه يعني لما يروح يقول لمامته؟ دي مش قضيه. لكن لما يكون في مثلا حاجات خاصة قوي قوي ممكن انا ابقى مش عايزاها مامته تعرفها، عشان كده انا بالظبط. هي دي لازم نفرق ما بين الحاجه العاديه اللي ممكن اللي هو ايه يعني اللي هو يعني كلام عادي، يعني عارفه هو لغو كلام يعني ده برضه من مسؤوليه الراجل. مسؤوليه الراجل هنا برضه ممكن تكون هي حساسه، مسؤوليه البنت لو هي بتحكي لاهلها برضه. هي ممكن تكون حساسه قوي. بالظبط، هي ممكن تكون حساسه قوي لاي حاجه. ولا احنا مثلا جبنا غساله جديده النهارده، ما تقولش لمامتك. طب ايه المشكله ان جبنا غساله؟ فهي طبيعه الايه، الاشياء اللي تقال وايه اللي ما يتقالش. صحيح. انا عاوز اقول بس حاجه، ان العلاقه الزوجيه هي سر بين اتنين. يعني كل ما كانت الغساله سر، كل ما كان انا متفقه معاكي. ما انا سالتها قلت لها اني تفاصيل، يعني متفقه معاكي، بس انا عايزه اقول في المجمل. طيب ان الست لو ما طلعتش اي خبر عن جوزها والراجل نفس القصه، العلاقه بتصلح. طيب معانا نوره من الصعيد، اتفضلي يا نوره. ايوه، ازاي؟ اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي يا نوره. لو سمحت بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، يعني انا مبسوطه بالبرنامج اللي انتوا عاملينه ده. اتفضلي معانا. اتفضلي. انا مش سامعك. مظلومه من الحما الخباط. الحما مالها؟ الخباصه. الخباصه يعني بتخبص لجوزك ولا بتخبص من ايه؟ لا بتخبص من تحت لتحت، تروح للشغل تخبصه وزي ما الناس ساكت من الناس ولا حاجه. انت روح. طب يعني انت ايه؟ طب انت شايفه ايه الحل؟ الحل ليها ايه؟ الحل ان تتقي الله، هما اتنين اتقوا الله. تتقي الله. طب انت حماتك معاكي عامله ايه؟ من تحت خبصه يعني بتفتكر من الناس قدام الناس ولا حد. وانت متضايقه منها؟ انا عايشه مرار والله العظيم. عايشه مرار. عيشه نكد وقدام الناس انا ماليش دعوه، هما قاعدين في حالهم وانا ماليش دعوه بيهم. عاوز. طيب الاستاذه عبير هترد عليكي على الموضوع ده، يعني اتفضلي. والله انا باكل كيكه بس هرد عليكي عشان تعرفي ان حضرتك اهم من الكيكه بالفراوله. انا شايفه ان مفهوم خباصه ده مطاط جدا. يعني شكرا نوره. انا مش فاهمه تقصدي ايه بخباصه، يعني هي بتفتن على مين؟ عليكي ولا على ابنها؟ يعني بتوقع تقصدي بينكم؟ يعني بتوقع بينكم. انا شايفه ان كتر الكلام هو السبب في الوقيع. انا عايزاكي تسكتي خالص، يعني جربي تسكتي 3 شهور بس، يعني 3 شهور ما تتكلميش. طب انا الموضوع هينام صدقني، يعني الكلام بيدور بيزيد لما حد يضيف الكلام من الطرفين، الكلام من الزوجه او من الزوج، الاثنين بيزودوا المشاكل جدا جدا سواء في حياتهم هم الشخصيه بينهم وبين بعض، بيبقى طبيعي. طب انا عاوز او بينهم وبين حماتهم. طيب يعني عشان تاكلوا نكلم ام محمد. اتفضلي يا ام محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيكه الفراوله. بص والله انا مقتنعه جدا بكلام الاستاذه اللي هي لابسه دي، كان اسفه مش عارفه اسمها. عبير اكيد. استاذه عبير. انا لابسه اخضر. ايوه استاذه عبير. انا مقتنعه جدا بكلامها. اللي هو بقى كلامها ايه؟ اللي هو ان البنت طالعه متربيه على عادات وتقاليد هي ايه.
هي الأم هي المفروض ترشد بنتها. الحما عمرها ما تاخد مكانك، انت ليكي مكان وحماتك ليها مكان. صح. انت الزوجة ما تتعدش حدودها، الدنيا هتمشي حلوة وسلسة. انا كنت متجوزة، كان يعني حماتي كانت من قريني في كل حاجة، في كل حاجة الند بالند. عملت ايه بقى؟ انا عارفة ايه المشكلة، عشان شكلك انت قروبة. ايه السبب؟ هتجيب التايهة. بصي، فأنا قلت لجوزي كلمتين اتنين، قلت له هي الحل في ايه، هي عايزة ايه. انا ما فيش وجه مقارنة بيني وبينها. فقال لي كلمتين ولخص لي فيهم الدنيا كلها. قال لي امي بتغير منك. بتغير منك ليه؟ ده جاي يهدي النفوس. ليه بتغير؟ بتغير ليه؟ يهدي النفوس هو يعني. بصي طب لا معلش عفوا، هي بقت قلتي سؤال، انت قلتي سؤال جميل جدا. بتغير، بتغير ليه؟ في ايه؟ من لبسك، من اخلاقك، من ادبك؟ لا لا لا، انا جيت اخدت اللي على الحجر عشان ابنها. انا جيت، لا انا جيت اخدت اللي على الحجر بقى. انا جيت اخدت الحيله يعني، اخدت ابنها. اه ما بتقول لك ربي يا خايبه للغيبه. طيب ما هي مش ذنب ان هي خايبه. طيب كلنا خايبين، كلنا عندنا صبيان. نوره انا بشكرك جدا. حاجه يا استاذه عايز اقولها، شكرا ليكي. عشان ما قلناش انها ست دقايق كده، سبع دقايق كده. لا بس حاجه بس اخيره بالنسبه بتغير مني. احيانا بتكون الحما صغيره في السن يا جماعه، برضو دي من نماذج موجوده. الحما صغيره بتبقى في الاربعينات، البنت جايه لسه في العشرينات او اقل من 20 سنه، فتبقى شايفه لسه شايفه شبابها فيها، فحاسه ان هي كل حاجه بتعملها كانها هي خدتها منها، هي من من شبابها، من حاله نفسيه. فبرضو النموذج ده موجود يعني. فهي لما تلاقي، لما تكون بقى انت بقى تقدمي النصايح بقى، احنا بنقود المشكله وانت. والله كنت بقعد انا وحماتي نتفرج على افلام وكمان كمان اللبس الجميل ده، مش بس كده، مش بس كده، كان عندنا احنا دلوقتي بلغه العصر كراش، كان عندنا عندنا نماذج لفنانين بنكراش عليهم. يعني قاعدين يعني هي ست كبيره وتقعد تقول لي ستيفن سيجال هاتي لي فيلم الكذا، يعني كنا صحاب جدا، شباب عايشه شبابها فيكي، كانها طفله يعني، كانها شبابها فيكي. وانا كنت بستفيد من خبرتها، وساعات كنا نخش في سيجال ونكراش. خليني عشان وانا في وانا بختم كده سماح، يعني لما بتيجي حما بتقول لابنها انتوا خلفتوش ليه؟ احنا عاوز اشوف ليا بنت، عاوز اشوف ليا ابن. كده بتكون هل شايفه ان الحما كده يعني هم بنكون متفقين خلينا في السنه الاولانيه عايشين ونحب بعض والكلام ده؟ يقولوا لها هي برضو ام وعايزه تشوف ابن ابنها، حقها تعرف هم ليه ما خلفوش، حقها تعرف تطمن على ابنها هو كويس ولا في عندهم مشكله تقدر تساعدهم فيها، ما فيهاش مشكله. هي عايزه تشوف ولاد ولادها، عايزه تبقى جده. لكن لو في مشكله بتقابلهم يقول لها والله عندنا مشكله بتقابلنا، او احنا خدنا قرار ناجل الخلفه شويه عشان عندنا مشاكل في حياتنا 1 2 3 4، مفيش مشكله خالص. طيب محسن، هل شايفه ان السينما المصريه لعبت دور كبير جدا في عمليه تشويه صوره الحما؟ هو ما كانش تشويه، وكان بيقدم صوره كوميديه بشكل يعني ايه زي اللي عارف الدعايه العكسيه، كان بيقدم صوره كوميديه على اساس انه يعني ده كان جزء من السينما الكوميديه في الوقت ده، لكن ما كانتش بتقدم. بالعكس احنا كنا بنضحك وحابين ماري منيب، رغم كده بنحس بطيبتها وبنحس بان هي برضه حبيناها، رغم كده حبينا ميمي شكيب وحبينا ماري منيب حبيناها. بس عايزين قبل ما نختم الحلقه تقول لنا السمك الجميل ده عملته ازاي عشان المشاهدين. طيب اوكي. عبير، تفتكري ان الصحافه او الكاتبات، يعني انت واحده من الكاتبات اللي احنا مستنظرين الكتاب بتاعك انه يظهر يعني فيه عشان ننقشه، لان في موضوعات خطيره يعني جدا. بسالك سؤال، هل ان اتظلمت الحماية في كتابتها او في كتابتك انت كاتبات ما قدرتوش تنصفوها وما كتبتوش قصص الجميله والتضحيات اللي بتقدمها الحما؟ طبعا على الهامش بشكل حقيقي وبشكل سافر، وكمان في ادعاء خطير. انا بشوف ان الحموات دول حاجه حلوه جدا. هي اللي بتسيب لها البيبي ومرات الابن بتروح الشغل، ليه ما تذكرش ده وهي ست كبيره عندها السكر وعندها الضغط وعندها امراض الشيخوخه؟ هي اللي بتشيل للطفل وبتربي من اول وجديد الاحفاد، ليه ما بنشوفش النماذج؟ طب ما هو برضه حمل، ما انا بقول الحموات الناحيتين. بس احنا عشان دايما عندنا مشكله في الحما اللي هو
أم الأب أم الزوج هي دي المشكلة. لكن دايما في الاغلب الحمل لام اللي ام الزوجه ما بتبقاش عايز تخرب بيت جوز بنتها بتبقى محاجيه. حتى دايما حته حلوه قالتها استاذه محاسن كنت اتمنى ان حضرتك تعمل فوكس عليها, ان ساعات هي بتميز ابن زوج بنتها لكن مرات ابنها بتبقى مش محطوطه على الحجر. شغل الستات. أيوة. شغل الستات. أيوة. تنافس النساء. بيقولوها شغل النسوان. لا كد نسا. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة بسرعة. أنا أحب أقول لكل مرات إب بكرة هتبقي حما. وكل حما أنت كنت في يوم مرات إب. كل واحد في مرات إب. وبيتشال على الرصيف العيل المنخفض. محاسن كلمة أخيرة. كلمة أخيرة بوصي الأول الزوجة حبي حماتك عشان هي تحبك, لأن في الأول في آخر برضو زي ما قلت كلنا متفقين دي أم وأم ليها حقوق. كلمة أخيرة حبيب اتقي الله في حماتك أو في حماتك لأنها أمك التانية وهي دعوتها مقبولة أكتر من أمك أو أكتر من أمك, ودي لوحديها شيء لازم يخليكي تطيعيها او تخليكي حتى رحيمه بيها. وخدي بالك ان انت خدتي حته منها ودي كبيره قوي, وانت خدت حته منها اغلى حته عندها فدي كبيره برضو قوي. على كل يعني كانت النهارده احنا بنشكر الاستاذه عبير سليمان باحثة في شؤون المراه. سعيده ان انا معاك جدا والكيكه تجنن وكل اكلك حلو وميرسي على الاكله الحلوه دي. جميل. والكيكه عجبتك ولا عجبتك؟ قوي قوي وحط فيها فراوله. فيها فراوله. طيب محاسن السنوسي الكاتبه الصحفيه بنشكر حضرتك على حضورك رغم ان انت عيانه لكن جيت مخصوص عشان الحمل. النهارده بس انا سبتها تتكلم على فكره لكن لو ما كانتش عيانه كنت انا خطيت. ونشكر سماحه السعيد الاعلاميه ومقدمه البرامج. شكرا يا حسن. او انت قاعده مستنيه السمك عشان نبيه بس رامي المخرج المخرج النهارده مش هيسيبك يعني. لا والكاميرا مان الكاميرا مان باصص في الاطباق يعني مش عارفه انت عاوز ايه بالظبط يعني خليك مركز معانا مش في الطبق. لا على كل المشاهدين الاعزاء طبعا بكده بنكون وصلنا لختام حلقه الليله, لكن خليوني قبل ما اقول لكم الى اللقاء بشكر كل الساده المشاهدين والمشاهدات اللي هم اتصلوا بينا وفي كم كبير جدا من التليفونات زي ما بيقول لي كنترول عاوزين يخشوا, لكن ان شاء الله نعمل حلقه تانية جزء تاني عن الحموات حماتي ملاك بقى المره الجايه نسميها حماتي ايه ملاك ان شاء الله وحمايا ملاك ان شاء الله. على كل القاكم ان شاء الله الاسبوع القادم, وعاوز اقول لكم الاسبوع القادم السؤال اللي بقينا فيه, هل كل بيت محتاج لمستشار قانوني؟ هل كل بيت محتاج ان يكون ليه محامي؟ هل لان المحامي ده هيدافع عن ابننا هيدافع عن بنتنا هيدافع عن بيه, هل احنا محتاجين ان المحامي ده يكون موجود في بيتنا مستشار قانوني؟ ده اللي احنا هنشوفه في الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني باذن الله هنلتقي معاكم الاسبوع القادم الاربعاء القادم مع هل كل بيت يحتاج الى مستشار قانوني. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنى, بشكر رامي المخرج العظيم والحبيب قلبي, بشكر ايضا اسره الاعداد اسراء احمد, وايضا بشكر كل الزملاء اللي شاركونا في اعداد هذه الحلقه وعلي حسين وكل الزملاء والتصوير. ويعني الحقيقه المره الجايه هجيب اساميهم مع ان اساميهم بتطلع في ايه التت. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنى ونقول لكم اتفضلوا معانا, وكل الضيوف النهارده بياكلوا وان شاء الله يعني اهو بيقدموا لبعض الترط وبيقدموا لبعض كل حاجه. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنى, ها هو طارق عبد الجابر يقول لكم اتفضلوا معانا والى اللقاء.